السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا منال، بعمل معاكم اكلات صحية وبعمل اكلات على نظام الكيتو. لاول مرة يشوف قناتي ويعجبه الفيديو ان شاء الله يشترك في القناة ويفعل الجرس واللايك عشان يوصل له كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض تورتيلا شيبس، كان طلب واحدة حبيبتي من متابعيني. انا عارفة ان قشور السيليوم او بذور القطونة مش متوفرة كتير في بعض البلدان، فكانوا بيقولوا لي شوفي لنا بديل. فالنهارده هعمل لهم التورتيلا ببديل، حاجه سهله جدا واكيد يعني هيكون في معظم البلدان موجوده، اللي هي الشيا سيدز او بذور الشيا زي ما احنا شايفين. طبعا بذور الشيا ديت انا مش هتكلم كتير، بس انا ببقى بحبه ادي معلومه عن الحاجه اللي انا بعملها عشان نعرف ليه بندخل حاجه في اكلنا. بذور الشيا مليانه اوميجا 3، فبتدينا يعني عارفين طبعا فوائد اوميجا 3 قد ايه، فيا ريت ندخلها في اكلنا. فالنهارده هنعملها في التورتيلا، سهل قوي. هيكون معانا دي تلت كوباية من بذور الشيا او شيا سيدز، قصادها ربع كوباية مية، مية عادية خالص. هيكون معانا كوباية دقيق جوز الهند، اللي عايز يعمل بدقيق اللوز تمام. وانا عملت معاكم في القناة، اللي اول مرة يشوف قناتي هيلاقي عندي في القناة دقيق اللوز انا عملته ازاي، ودي جوز الهند بردك انا عملته ازاي عندي في الفيديوهات. كمان هيبقى معانا توابل ملح وفلفل اسمر، اللي حابب بقى يحط كمون يحط، اللي عايز يحط شمر براحته، اي نوع توابل انت بتحبيها مفيش مشاكل. بنحط كميه صغيره يعني حوالي نص معلقه، هحط كمان نص معلقه صغيره، مش عارفه هي واضحه ولا مش واضحه، بيكنج صودا. ناس كتيره قالت البيكنج باودر في نشا وقلقانين منه، خلاص قلقانين منه بلاش منه خالص. البيكنج صودا او الكربونات عندنا في مصر بنقولوها هتحل محلها تمام، ويبقى احنا كده ايه، لان جي 100% ما فيهاش اضافات خلاص. هيكون معانا حوالي معلقتين من زيت زيتون بكر معصور على البارد، ده معانا طبعا في الكيتو بردك. الطريقه سهله قوي، نسمي الله كده ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي اول حاجه هاخد الميه اللي هي انا هكتب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف، انا بكتب دايما المقادير في صندوق الوصف عشان ايه حبايبي يرجعوا تاني للمقادير. وادي بذور الشيا انا هسيبهم كده حوالي 10 دقايق. مجرد ما انا هسيب بذور الشيا ديت في الميه بتبتدي، هي طبعا مفيده جدا لان هي بتدينا بتحسسنا بالشبع، فبتبتدي تنفش وتشرب الميه ديت، وتبقى بالنسبه لي في العجن بالظبط يعني شبيهه بقشور السليم. هسيبها 10 دقايق وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، شايفين بذور الشيا شربت الميه ازاي، هي بتعمل ايه، بتتشرب الميه وبتدي زي طبقه هلاميه كده حواليها، وهو ده بالظبط اللي بيحصل في معدتنا، بتنفش وبتدينا كميه كبيره من الشبع، بغير طبعا فوائدها الكتيره للناس اللي ما بتحبش السمك بالنسبه لها مليانه اوميجا 3. انا هبتدي احط عليها بقى المكونات اللي هي فاضله لنا، اللي هي دقيق جوز الهند تمام، والبيكنج صودا نص معلقه، والثوم البودر، وانا حاطه كمون اللي عايز يحط شمر، وادي رشه ملح زي ما احنا شايفين كده عشان يديها طعم حلو. هبتدي كمان اضيف بقى، اقلب بس الاول كده تقليبه بسيطه، وهضيف زيت الزيتون معلقتين، نجيب معلقه ونضيف زيت الزيتون، ادي معلقتين زيت زيتون بالشكل ده واحد تمام كده. وهبتدي اقلب بقى المكونات كلها مع بعض لحد ما تختلط خالص زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا بنفرد العجينة بين كيسين زي ما احنا متعودين. كان جالي بردك في التعليقات في مش عارفة كان في ايه في فيديو ان ورق الزبدة بيلزق، احنا ممكن ورق الزبدة لو ما بيلزق معاكي ادهنيه بالفرشة بطبقة زيت وحطي عليه العجينة، عمره ما هيلزق خالص تمام، عشان بردك ايه ده يعني من ضمن التعليقات اللي جاتلي. انا هبتدي عجينها بايدي بقى اهي، والم العجينه خالص شايفين،
اهي اهي تتلم معايا بالشكل ده. هكمل اهي، شايفين لمت معايا العجينة خالص. اهي كده العجينة تعتبر بالنسبة لي اتلمت خالص، شايفين. اهي اللي حابب يطحن بذور الشيا تمام، بس هي يعني هي فايدتها كده احسن يعني. تمام اهي شايفين، ادي منظر العجينة. هبتدي اسيبها بس حوالي دقيقتين ونجهز الكيس اللي بنفرد عليه ومتعودين نفرد عليه العجينة، ونبتدي نفرد العجينة دلوقتي يا حبايبي. بعد ما العجينة ارتاحت هناخد نص العجينة. هجيب الاول الكيس النايلون اللي احنا متعودين عليه. بالنسبة للكيس زي ما احنا متعودين انا بدهنه بفرشة فيها زيت زي ما احنا شايفين كده عشان العجينة ما تلزقش مني واقدر ان انا اقطعها. انا خدت نص العجينة عشان عايزة افردها رفيعة زي ما احنا شايفين مليانة زي بذور الشيا. هبتدي افردها واجيب نفس الكيس عشان افرد عليه وادهنه زيت كده عشان العجينة ما تلزقش. وهبتدي بايدي بقى افرد العجينة زي ما احنا شايفين كده. ايه بس نحاول نخليها بقى ايه رفيعة عشان تبقى مقرمشة اهي. وهبتدي افرد بعد كده. قطعيها بقى براحتك، عايزه تقطعيها مثلثات، عايزه تقطعيها مستطيلات، براحتك خالص. عايزه ممكن تعمليها دواير مثلا بقطعها. انا هقطعها على شكل مستطيلات بس احاول على قد ما اقدر ان انا ايه افردها عشان تبقى رفيعه، واحاول ان انا اخليها كلها سوا واحد اهي بالمنظر ده. تمام كده حلوة كده قوي. وطبعا هكون مجهزة صينية حاطة فيها ورقة زبدة. حبايبي كانوا سألوني وقالوا لي ان ورق الزبدة بيلزق، فعشان ما يلزقش فيه المخبوز او المخبوزات يعني هجيب الفرشة اللي فيها زيت وهبتدي ادهنها كده بحيث ان هي لما اجي اطلع منها اي مخبوزات سواء عيش او اي حاجة ما تبقاش لازقة. تمام انا هبتدي بقى اقطع. انا هقطعها على شكل مستطيلات زي ما قلت لكم، شايفين اهي كده. هاخد بس الاجناب دي وهبتدي اقطعها وارجع اعيد تاني فردها يعني زي ما احنا شايفين. انا هقطع كده اهي كده، حاول ان انا اخليهم كلهم ايه مقاس واحد، شايفين اللي هي الاجناب اللي مش متساويه. هبتدي اطلعها وارجع تاني افردها المنظر ده، شايفين اهي. وهبتدي احطها في الصينيه. تطلع معايا حلوه جدا اهي، شايفين اهي بالشكل ده اهي. وطبعا هكون ولعت الفرن على درجة حرارة 180. هي بتاخدش حوالي 10 دقايق، ما بتستحملش اهي عشان هي رفيعة. كده باقي العجينة هبتدي تاني هلمها مع بقية الكمية النص التاني اهي، وهبتدي الفها تاني واجيب بقية الكمية. هبتدي بقية العجينة مع الجزء اللي شلناه هبتدي تاني على الكيس اهو، واجيب الكيس تاني وافرد بقية الكمية زي ما احنا شايفين كده اهي عادي خالص. وابتدي افردها عشان ابتدي اقطعها اهي كده تمام قوي وسمكها حلو اهي. ابتدي اشيلها وابتدي اقطع تاني اهي، واخد نفس الحجم اهي واقطعها كده
هبتدي اخد الواحده احطها في الصينيه، هكمل بقى بقيه الكميه انا وارجع لكم واوريكم طلعوا قد ايه. وزي ما احنا شايفين كده حبايبي اهو استوى، ما خدش وقت كتير، تابعوه لان ما بياخدش وقت لان هو رفيع. وزي ما احنا شايفين بصوا بعيد مش لازق خالص في ورق الزبده، طالما انت بتدهني بفرشه زيت. هسيبه يهدى شويه وبعدين احطه في طبق التقديم. ادي السنتين اهم وهبتدي اوريه لكم. وزي ما انتم شايفين حبايبي ادي التورتيلا شيبس بعد ما حطيته في طبق التقديم، شايفين حلو جدا. وعايزه اكسر معاكم واحده كده عشان نشوفه. بصوا بصوا مقرمش ازاي، هدوقه كمان معاكم اهو. اتمنى صوت القرمشه تكون واضحه اهو. حلو جدا وطعمه جميل، واتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله. واللي اول مره بقى يشوف القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس واللايك، ما تنسونيش في اللايك عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى ان هو النهارده يكون وصفه عجبتكم، واشوفكم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.